الحكومه بتاعكم هسه قدر يعمل كنترول الوضع المشكله دي كله هسه عندنا جاب جيش شكل براهم وشكل في مدينه انتهى. شكل هسه في المدينه ما فيش. وانتو كان جيتوا هنا عشان انتو دارين تقعدوا في محل فوق سلام. وهسه في الوقت الحالي بقى ما في اي حاجه. انا جاي نقول لكم انه انتو بعد كده كل زول يرجع في بيت بتاعه. كل زول يرجع في بيت بتاعه. اسمعوا كلام بتاعي، اسمعوا كلام بتاعي. اسمعوا كلام بتاعي. كلام كيف يا اخوان؟ 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 Those who are the wounded who are in the hospital are over 100, and we are now in the process of finding out the final number before we could make the final report. Yeah.